بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأخ سيدي حسن وشكرا لإخوة جميعا المتتبعين. السيد عبد الله وليد يتحدث كيف يمكن الجمع بين مركزية هذا الإنسان وبين حجمه. هذا هو العجيب كما قال من عبر عن هذا: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الإنسان صحيح هو جرم صغير، إذا نظرنا إلى الكرة الأرضية كلها في الفضاء فكأنها ذرة رمل في صحراء، وإذا نظرنا إلى حجم الإنسان فوق هذه الكرة الأرضية فهو كذلك لا يساوي ذرة الرمل في هذه الصحراء. لكن مع ذلك العجيب أن هذا القرآن الكريم رفع من شأن هذا الإنسان ورفع من مكانته، فسخر له كل المخلوقات وجعله محور هذا الكون. يقول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، بحيث إن كل المخلوقات من شمس وعلى ضخامتها وقمر وجبال وأرض، اقرأها إن شئت في قوله تعالى في سورة إبراهيم: الله الذي سخر لكم البحر، أو في سورة إبراهيم: سخر لكم الشمس والقمر والنجوم إلى آخره. في آيات كثيرة في سورة إبراهيم، في سورة الحج، في صور متعددة يتحدث عن امتنان الله تعالى على هذا الإنسان، وأنه فعلا أراده كما قلت في البداية أن يكون الخليفة، فهو خليفة الله سبحانه وتعالى في أرضه، لكن أمره أن يسير على منهجه. فالإنسان إذن هو ذلكم الجرم الصغير، لكنه محور هذا الكون الذي من أجله خلق الله تعالى كل هذه المخلوقات، ومن أجله أيضا خلق جنة ونارا في الآخرة. من أحسن فله طريق، ومن أساء فله طريق.